رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا. الفقرة الثالثة دي أكيد بتهم ناس كتير قوي مستنياها، هنكمل كلامنا عن العاصمة الإدارية. بداية كده، مصر داخلة في أكتر من مشروع، مش مدينة واحدة، يعني ما بنتكلمش على العاصمة الإدارية بس، لا ده في حوالي 7 مدن جديدة مصر داخلة فيهم، أولهم طبعا العاصمة الإدارية. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن مكان العاصمة الإدارية فين ومساحتها قد إيه والمراحل بتاعتها، المرحلة الأولى والتانية، وعرفنا إن اللي ماسك الموضوع شركة مساهمة، اشتراك شراكة مشتركة. كنت قلت في أول الحلقة إن كان جالنا اتصال الحلقة اللي فاتت من مواطن أستاذ أحمد بيقول مين المستفيد بالعاصمة الإدارية دي كويس، وكنت بقترح اقتراح للسادة المسؤولين إن يعمل العاصمة الإدارية في ينزلها كأسهم في البورصة للي حابب يشتري فيها، أو يعملها شهادة استثمار زي قناة السويس، بما إنها مشروع قومي بتهم المصريين كلهم، يبقى أنا حتى لو مش قادر أشتري فيها من جوه مكان ليا، يبقى أنا مساهم فيها حتى لو بشهادة بجنيه. فدي حاجة يا ريت المسؤولين في الدولة ياخدوا بالهم منها، إن ده مشروع قومي، العاصمة دي بتاعت مصر كلها مش بتاعت فئة معينة. النهاردة هنكمل كلامنا عن العاصمة الإدارية، وهنشرح بالتفصيل المراحل اللي تمت او المشاريع اللي تمت في المرحله الاولى. احنا كان معانا واحنا في الفاصل فيديو عن النهر الاخضر اللي بيتعمل في العاصمه الاداريه دلوقتي. معانا المهندس كمال مصطفى، اهلا وسهلا، ازيك يا باشمهندس، اهلا والدكتور عمرو الاعصر، ازيك يا ازيك يا دكتور. المره اللي فاتت طبعا الناس كلها كانت مبسوطه جدا من موضوع العاصمه الاداريه، ومشروع يبسط اي حد بصراحه، يعني طبعا يعني انا بالنسبه لي فكرني بامجادنا بقى بتاع زمان، يعني طبعا. حقيقه اصلحنا بلد رقم واحد في المعمار، يعني انت عندك الفراعنه دي عملت حاجات العالم كله بيعجز عنها. اول لما سمعت ان في نطاحه السحاب هتتعمل جوه العاصمه الاداريه دي حاجه كويسه، بس انا نفسي وانتوا هتشرحوا لنا ده، يمكن ده موجود وانا ما اعرفش، نفسي يبقى في رمز للعاصمه الاداريه زي هنا مثلا القاهره، كان في برج القاهره في العصر الحديث، يبقى في رمز جوه العاصمه الاداريه يتعرف بيه مصر، زي دبي مثلا ما في برج خليفه. تمام، يعني انا ما اعرفش هل ده موجود ولا انت اللي تقول لنا، لان مشروع قومي زي ده لازم يبقى في حاجه تعلم في اذهان الناس. تمام. مبدئيا احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت بشكل عام عن العاصمه الاداريه، ايه فكره العاصمه الاداريه وايه اللي بيحصل فيها، لكن لو انت دورت على كل عنصر من عناصر الاداريه زي ما انت بتدور على الرموز يا تامر، هتلاقيها موجوده كتير جدا. كويس. ورا كل حاجه بتتعمل في العاصمه الاداريه فيها شغل، فيها تخطيط، فيها مكاتب كتير شغاله، في عقول في مصر جباره تقدر تعمل حاجه ترجعنا للعصور بتاعت زمان زي ما انت بتقول. يا ريت يعني احنا المره دي هنوضح شويه تفاصيل اكتر وارقام اكتر ومدة تنفيذ اكتر عن المره اللي فاتت، عن الكلام اللي اتكلمناه عموما في المره اللي فاتت، وحابين نوضح للساده المشاهدين ان احنا دلوقتي على 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 ارض واقع، وان في مرحله تنفيذ. بس قبل مرحلة التنفيذ ده، قبلها يا تامر، في حاجات كتيرة جدا جدا عشان تطلع المنتج ليك بالصورة دي لازم نكون احنا فاهمينها وعارفين مصر بتشتغل ازاي. احنا مسألة وقت، احنا في مرحلة التنفيذ مش مرحلة لسه تخطيط او كده. التخطيط خلصناه. طيب لما نيجي نتكلم عن العاصمة الإدارية، لما اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت وضحنا ان هي اول حاجة يعني معايير عالمية، احدث نظم موجودة فيها، اتكلمنا فيها ان هي مدينة خضراء، مدينة مستدامة فيها طاقة متجددة، كلها كل أنواع الطاقة المتجددة، بنتكلم إن هي مدينة للمشاة، دي حاجات ما كانتش موجودة متحققة عندنا قبل كده. فيها سكن، فيها استثمار، حي المال والأعمال. أنا هستأذنك في حاجة، إحنا يعني عاوزك تشرح لنا كل حي من دول. إحنا كنا من شوية جايبين النهر الأخضر، تمام، عاوزين نمسك كل حي من دول وتشرحوا لنا كويس، بس هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني. ماشي. وهنمسك حي حي من بعد طبعا. الفصل. ماشي، اتفضل، استنونا بعد الفصل. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا، بنتكلم عن العاصمة الإدارية واهم المشروعات اللي فيها والمرحلة الأولى وصلت لحد فين واهم الأحياء اللي فيها. هنبتدي يا باشمهندس كمال كده بالنهر الأخضر. ايه النهر الاخضر بقى؟ قصته ايه؟ النهر الاخضر ده من الحاجات اللي هي الارقام اللي هي الجديده اللي موجوده هتبقى في مصر. النهر الاخضر ده
فكره ان احنا دلوقتي اي دوله او اي معلش هو من اسمه بس نهر ميه يعني ولا لا لا مش خلص ميه؟ لا لا, لا هو نهر اخضر اخضر نهر خضاري اخضر هو زرع. شريان اخضر ماشي في وسط العاصمه الاداريه كويس. دايما اغلب المناطق اللي حوالين الانهار او اللي هو المدن الساحليه هي تبقى اكثر استثمارات او اكثر قيمه ماليه. فاحنا دلوقتي لازم تكون حاجه موجوده جوه العاصمه الاداريه تدي روح وتدي منظر للعين الموجوده واضحه للعالم كله ان في شريان اخضر ماشي جوه العاصمه الاداريه. ده بطول العاصمه كله؟ هو بيسمى بشريان الحياه، يعني هم بيسموه شريان الحياه بالنسبه للعاصمه الاداريه. وجاي بطول العاصمه، انت عندك اغلبيه العاصمه عندك المرحله الاولى بس منه قد ايه كمان؟ 10 كيلو، هو بطول 35 كيلو متقسم لكذا مرحله، المرحله الاولى لوحدها حوالي 10 كيلو 5000 فدان. دي ارقام ده هيبقى يمينه وشماله مباني وهو بس كده؟ يمينه وشماله طبعا مباني ومناطق ولا هم مقسمينها مناطق؟ هو قاطع نص العاصمه الاداريه من اولها لاخرها لاخرها جايب بالنص بالظبط جزيره زي جزيره في النص بالظبط. هو ماشي كان زمان هنا في تعرف كان زمان في طريق مليون شجره اللي هو بتاع المطار تمام تمام يعني وفي دلوقتي كده بس على وفي التجمع ما بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي المنطقه اللي هي كلها مؤسسات وبنوك واداري ده حزام ده حزام موجود جوه في قلب التجمع نفس الصوره دي بس بصوره متطوره شويه هننقلها الفكره دي للعاصمه الاداريه وده شركه اللي واخداه ولا الحكومه هي اللي بتعمله والله الحكومه اسندت الموضوع ده لوزاره الاسكان وزاره الاسكان في بيع الاراضي والتعامل عليها. خلينا نقول حاجه برضو من الارقام اللي كنت بدور عليها زمان ان هو ده اطول محور اخضر في العالم كله اهي دي ميزه عدوا بقى المزايا ادي واحد يعني ان ده اطول محور اخضر يعني احنا دلوقتي في مصر عندنا لما يخلص الكلام ده اللي هو مده تنفيذ المرحله الاولى اللي هي 10 كيلو ب 5000 فدان 18 شهر هنشوف على ارض الواقع الناس لو راحت النهارده هتلاقي شغالين فيه. لما يكون عندك حاجة كمرحلة أول 10 كيلو وتكمل 35 كيلو بعد اكتمال المراحل العاصمية الإدارية هيبقى عندك حاجة تتكلم عليها عندك حاجة مميزة حاجة مش موجودة غير في مصر بس تمام. أقل عرض ليه حوالي 300 متر أكبر عرض ليه حوالي كيلو ونص بيحد منه 25% منه ل 30% خدمة فقط لحي المال والأعمال خدمة ليه يعني غير بقى ان هو فري لكل الناس كل من هو ساكن في العاصمه الاداريه لكل الشعب المصري ده بيستخدمه بيتكون من حاجات كتيره جدا يعني اللي احنا بنتكلم فيها في عناصر كتيره اول حاجه انه في حديقه اسلاميه حديقه مغطاه نادي اجتماعي بيخدم على كل اللي حواليه حديقه استشفائيه ومركز صحي حاجات دي ما كناش بنسمع عنها في مصر خالص تمام انشطه ترفيهيه كتيره جدا مسارح حديقه تراثيه بانواع نباتات مختلفه ونادره جدا ده انا سمعت كان هيبقى في اوبرا هناك ده حاجه ثانيه ده حاجه غير النهر الاخضر انت عارف المشروع اللي اتعمل كويس جدا برضو كان نفسي يتعمل زي في العاصمه الاداريه المتحف المصري طبعا ده هيبقى في واحد هناك لا هو حاليا ما فيش بس ما ينفعش هناك يبقاش في متحف يا ريت صح يا ريت بالتالي يا ريت انت عارف انا بقترح على الحكومه ان هي تحط لنا مسله رمز للعاصمه الاداريه هو لازم يبقى عندنا رمز ليه تامر اكيد الحاجات التخطيط دي كلها اكيد موجوده والدوله اكيد عامله حسابها عليها بس احنا النهارده يعني ما ينفعش احنا مسلاتنا في العالم كله محطوطه رموز لاهم حتت البيت الابيض نفسه قدام واحده من مسلات هي في مسله كبيره موجوده هناك على فكره فعلا اللي هو اطول مبنى في العالم على شكل مسله اطول مبنى لا احنا عاوزين مسله فرعونيه لو الدوله اصل دي على فكره تسويق للعاصمه الاداريه ربط ما بين حاضر وماضي يعني حاجه رهيبه جدا احنا ملوك المعمار على مر العصور ربنا كان بيقول علينا في القران وفرعون ذي الاوتاد ربنا نفسه ذكر معمارنا فما ينفعش ما يبقاش عندنا الرمز ده تمام طيب كمل لنا النهر الاخضر دي طبعا احنا بيستهدف فيها ان يكون فيها 2 مليون زائر سنويا للنهر الاخضر بس للنهر الاخضر زائر سنويا الارقام دي ارقام سنويا الارقام دي عشان تتحقق وتتنفذ وتعمل فيها الكلام ده كله ده عايز تخطيط يعني وعايز رؤيه فده جزء بسيط جدا من العاصمه الاداريه اللي هو يعني بين المراحل التنفيذيه المختلفه طب الاحياء الثانيه ايه بقى يعني في سمعت عن الحي الحكومي والسفارات تعالى نتكلم بقى على الاحياء وناخدهم جزء جزء اول حاجه عندنا الحي الحكومي طب ايه هو الحي الحكومي ده الحي الحكومي ده ان الدوله بتحاول تنقل كل الخدمات الحكوميه والجهات الحكوميه الى هذا الحي الحكومي الحي الحكومي ده احنا بنتكلم على مساحه 550 فدان 550 فدان مهوله ال 550 فدان دول في منهم 34 مبنى وزاري كل الوزارات طبعا مبنى مجلس الوزراء رئاسه الجمهوريه مبنى للبرلمان مبنى لمقر الرئاسه الحاجات دي كلها هتتنقل في الحي الحكومي الحي الحكومي ده بيستهدفوا ان هم ينقلوا 51 ألف موظف لسنه 2020
سنة 2020 في 51,000 موظف حكومي هيتنقلوا يشتغلوا جوه العاصمة الإدارية. معنى كده ان احنا بنقلل الكثافه السكانيه والزحمه اللي موجوده عندنا. خلاص كلها سنه البلد. يعني سنه والدنيا هتشتغل يعني. على فكره احنا في حاجات بنتكلم منها انها اخر 2019 9 2019 في جزء اولي ابتدائي هيبتدي يتنقل هناك، منهم الوزاره وزاره الانتاج الحربي، منهم وزاره التعليم، الاواف، الاسكان، في اوريدي وزارات متقرر انها هتتنقل اخر السنه دي، مش هيستنوا لغايه 26 20. فاحنا بنتكلم في ارقام رهيبه، بنتكلم في واقع، وده حاجه اوريدي خطه محطوطه. انت بتتكلم النهارده الحي الحكومي ده عشان يتوصل الحركه فيه، بنتكلم ان الانتهاء من المباني بتاعتنا وصلت لمراحل متقدمه جدا. في عندك 18 شركه من الشركات المصريه بترعى تحت وزاره هيئه الهندسه بتاعت الجيش، بيخلوا بالهم وبيكملوا ان ال 18 شركه دول ينتهوا من التنفيذ. انا شايف كان في قبل الفاصل خبر ان 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 الشركه سحبت 100 فدان من مستثمر عربي كان جاي يستثمر في ما بيهزروش، اللي مش هيشتغل اللي مش هيتحرك بيتسحب من الارض. مالناش دعوه بالاسماء، مالناش دعوه باي حاجه، احنا في مرحله التنفيذ. بالظبط، اللي هينفذ هيكمل معانا ليه دور، اللي مش هينفذ طبعا ده يعني دي حاجه، ودي رقابه واشتراطات ما كانتش موجوده قبل كده. تمام. في نقطه بس اللي الحقيقه الحكومه حبيت اوضحها، ان الحقيقه الحكومه مش نقل بس، النقل ده مسمى ضعيف جدا للكده. احنا هننقل مع بنيه تحتيه قويه جدا ومع تاسيس اداري نقله تانية خالص، يعني احدث سكن العاملين هناك، مساحات مختلفه، بتتكلم في كل حاجه، بتتكلم في منطقه كلها بتتبني، هتفضى يا جماعه، بتتكلم في منطقه بتتبني، منطقه بتتبني عشان تخدم الناس دي كلها. 51,000 موظف دول لما يروحوا هناك محتاجين اللي يخدم عليهم، محتاجين ان دوله تتحرك بيهم. طب محتاجين ايه؟ خدمات حكوميه، محتاجين نقل، محتاجين سكن، محتاجين اكل وشرب، محتاجين. فتخيل كل الحاجات دي، ما كل دي مش بس انت مش بس بتعمل مقرات، انت كمان بتدي فرصه لناس انها تشتغل، ناس انها تخدم على ال 51,000 موظف الموجودين هناك دول، محتاجين خدمات. طب ده بالنسبه للقطاع الحكومي والسفارات، طبعا كل الحكومه ده كل الحكومه بس حضرتك كان مش على السفارات. السفارات بتتكلم عندك 1484 فدان تقريبا بس مساحه السفارات، كل السفارات عندك 250 سفاره، عدد 150 سفاره رايحين اوريدي كل هناك. كله يعني السفارات اللي جوه القاهره دلوقتي الحاليين هيتنقلوا هناك، والمكاتب اللي هنا دي هتبقى مكاتب خدميه، ممكن تبقى خدميه او فرعيه ليها. خلينا نقول مثلا حي زي حي الزمالك اللي هو موجود في مصر فيه اكبر عدد من السفارات. خلينا نتكلم على المستقيمه السوقيه للوحدات بتاعته، والناس استفادت قد ايه من وجود السفارات، من عن طريق بيع او شراء او ايجار او ايجار مقرات، او فكره انت بتقول بقى 150 سفاره موجودين في حي السفارات موجود في قلب العاصمه الاداريه منظمه. هنا يعني اهم حاجه ان هي منظمه، ده بخش من الباب على منطقه واحده فيها السفارات كلها. تمام. هنا بروح مره جاردن سيتي، مره الزمالك، مره المعادي، عايز تعمل ورقه عندك حي حكومي ورقه كله بيخلص فيه. يعني القاهره هتفضى هنا يا باشمهندس كمان، لا هي هتدي فرصه ان احنا يعني نتنفس للقاهره. ده يعني على فكره ممكن يعيدوا بقى القاهره الخدويه، يعني يهتموا بقى كقاهره كاصول. لو بصينا عليها يا تامر النهارده، وده اللي بيحصل النهارده، انت عندك المثلث بتاع ماسبيرو. هو ليه النهارده مثلث ماسبيرو ده كله بيعاد البناء بتاعه؟ ما هو علشان انت بتبتدي تؤهل القاهرة القديمة انها تتجدد. انها تشرق اكتر، انها تبان اكتر سياحة فعلا. انت عندك منطقة وسط القاهرة دي كلها محتاجة انها تبان، محتاجة ان الناس تشوفها. حاجة على النيل، انت عندك مثلث ماسبيرو اللي اتفضى ده كله بيبني على اعلى مستوى النهاردة بخطط رهيبة تتحط علشان. يعني الموضوع على مش بس دايركت. مش ان انا ببني عاصمة ادارية في مكان الم فيه، لا ده انا بطور برضو القاهرة هنا بس. بالظبط، دي فكرة. يعني ده الموضوع اكبر من الناس متخيلة، مش الموضوع ان انا بنيت مكان بس بستثمر فيه، لا، غير ان هو مشروع كبير واجهه لمصر، لا ده بيخدم على القاهره نفسها، القاهره الكبرى اللي هي الاساس برضه، لان فيها التاريخ كلها، انت عندك كل العصور معديه على القاهره. ناخد بالنا من تفاصيل جانبيه بسيطه جدا عشان توصل تنقل حي حكومي او تعمل حي مال واعمال او الكلام ده كله. انا عاوزك تكلمنا عن مال والاعمال بقى، اهم حاجه دي. يعني دي خلاص احنا اتكلمنا يعني كل الناس الحكومه مستنيه هنا الفرص اللي هتكون موجوده في مصر. ده المهم بقى، قول لي الحي المال والاعمال هو مكانه اصلا واخد الطول حوالين محور بن زايد الشمالي والجنوبي، وفي القلب هيكون في النهر الاخضر، وحواليه ما بين المحور الشمالي والجنوبي هيكون كل المنطقه حواليه ابراج ومساحات مختلفه اداريا باشتراطات مختلفه. هناك في 20 برج بحوالي استثمارات 3 مليار دولار، الارقام هنا بتفرق جدا، 3 مليار زي دولار. برج التجاره العالمي اللي موجود في بولاق الدكرور مثلا. انت بس خلي بالك، ده بنتكلم على واحد، على مبنى يعني.
اتكلم هناك على برج، البرج اللي احنا بنتكلم عليه بنتكلم على اطول برج في منطقه افريقيا. افريقيا في افريقيا برج هيوصل حاجه و70 دور، ده ماله اعمال، ارتفاعه 385 ماله اعمال. لا وفي ربط كويس جدا ما بين ان هو هيكون في سكني وهيكون في اداري وهيكون في تجاري وهيكون في صناعي في فنادق في حاجات دي كلها في قلب العاصمه الاداريه. طب الشركات اللي بره، يعني الشركات اللي بره اللي هي راحت الصين تشتغل فيها، يعني انت عارف ان الصين بقت الحوت دلوقتي، اي شركه عاوزه تعمل منتج كويس وسعره قليل بتروح على الصين، لان الصين فيها خدمات كتيره منها العامله. ده هيحصل هنا، هيجيبوا شركات من بره طبعا. هقول لك الدوله عملت ايه، احنا عندنا الناس برضو، احنا عندنا ال100 مليون. لا انت الدوله عندك النهارده عملت حاجه ما اتعملتش قبل كده، الدوله راحت جابت شافت مين احسن شركات متخصصه في موضوع اللونج تاور دول، وراحوا جابوا اكبر شركه تقريبا في الصين، واحنا من الشركات الصينيه دي، وجت هي باستثماراتها بفلوسها دخلت وهي المسؤوله عن حي المال والاعمال ده. يعني فعلا دوله زي الصين ان هي الصين جايه بتعمل عندنا حي برضه، عايزه تستثمر، عايزه تعمل حي ساكن عندك، هي بتقول لك انا نفذ. لا انت عارف انا نفسي في ايه يا باشمهندس؟ كمان نفسي ان مصر توصل تستفيد بالصح، احنا عندنا بشر. طب انا هقول لك بقى على حاجه، عشان نفسي تستفيد. لا انا هقول لك على حاجه تجاوب على اللي انت بتقوله ده، تديهم تسهيلات في قطع اراضي، تديهم تسهيلات اعفاءات ضريبيه، تديهم تسهيلات في التسويق، بحيث اجيب يبقى المنتج في الاخر ميد ان ايجيبت، الدوله في الاخر. يعني سامسونج تيجي تنتج هنا، ابل تيجي تنتج، ايه المشكله؟ طيب هو ده بقى من الخريطه اللي موجوده، ان النهارده انت اقرب حاجه للعين السخنه اللي هي فيها المينا ده هيحصل، واقرب حاجه لشرق. انا هقول لك على حاجه هرد عليك دلوقتي على انت كل ده بالزبط. هيكون ماشي. محور قناه السويس والمحور بتاع اللي هو العاصمه الاداريه، كل ده عشان مصر تبقى تتنين نقله تانية، ان هي تبقى اداريه لوجستيه. يعني اقدر اقول ده مشروع مكمل لقناه السويس الجديده. انت عارف ان الدوله اشترطت على الشركه الصينيه انها خصصت لها شركه قطعه ارض في منطقه بدر علشان تهيئ وتدرب 11000 عامل مصري باخر تطورات في البناء والتطوير علشان يستخدموهم في البناء بتاع منطقه حي المال والاعمال. فعلا فانت متخيل 11000 مصري بيتعلموا في اكبر شركه. يا جماعه الناس اللي بتقول ما مش هنستفيد، ده يعني كلها فرص استفاده هتحصل هناك، سواء بقى في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص. ويا مش بنتكلم في استثمار، انت بتتكلم في تدريب ايد عامله، تأهيل. يعني ممكن نيجي نلاقي في وقت من الاوقات شركه من بره عالميه جايه بتعمل مصنع هنا وتشتغل هنا، ليها شغل مثلا في المينا بتاعت السخنه، ليها جزء في قناه السويس، ليها جزء في بورسعيد، كل ده دي مقرات عالميه. انت حضرتك عارف يا تامر ان في 25 بنك ومؤسسات مصرفيه موجودين حاليا طالبين طلبات ان هي يكونوا موجودين جوه العاصمه الاداريه، 25 طلب لاكبر البنوك الموجوده في مصر، كل دي مقرات احنا بنستفيد منها. طيب واضح ان الموضوع كبير برضو، هيحتاج حلقات اكتر، احنا مش عارفين نكمل في العاصمه الاداريه للاسف بيندهوني. هنكمل الحلقه الجايه برضو في العاصمه الاداريه والعالمين والسبع مدن الجداد اللي حضرتك اشرت ليهم النهارده. هتيجوا معانا ان شاء الله تاني، يشرفنا لان الموضوع كبير، وانا شايف ان الموضوع ده من اهم المواضيع اللي لازم نتكلم فيها. لا بنسوق لمصر كويس، بنسوق للمدينة كويسة، بنسوق للاستثمار كويس. هطلع بس في الحلقة بتوصيتين أو ثلاثة، إن بجانب الاستثمار الكبير اللي بيحصل ده، لو الدولة ده اقتراح، أنا ما أعرفش هل بيتناقش ولا لا، تطرح أسهم العاصمة الإدارية في البورصة أو تعمل بيها شهادات عشان كل الناس تتشجع الموضوع وتسوق له وتبقى حابة تشتغل فيه. ده أول حاجة. الحاجة الثانية، عاوزين رمز للعاصمة الإدارية، رمز معماري، سواء بقى رمز من الدولة القديمة العصر الفرعوني مثلا أو رمز حديث. عندنا كفاءات أكيد في الهندسة تقدر تعمل رمز لدولة. يعني في العصر الجديد عملنا برج القاهرة للقاهرة، عاوزين برضو العاصمة الإدارية. الحلقة الجاية هتسألون أنتوا الموضوع ده مطروح ولا لأ، في رمز بيتعامل للبلد دي ولا لأ، للعاصمة الإدارية ولا لأ، هل هتطرح فعلا في البورصة ولا لأ، ونكمل مع بعض العاصمة الإدارية. شرفتوني المهندس كمال مصطفى، الدكتور عمرو العصر. إن شاء الله الحلقة الجاية نتقابل برضو في العاصمة الإدارية. تنسوش تتابعوا حلقة البرنامج على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب. هنستناكم الأسبوع اللي جاي، واللي حابب يشترك في المزاد زي ما عرضناه في الجزء الأول من الحلقة، استنونا الأسبوع الجاي في بورصة العقارات، وهنكمل في العاصمة الإدارية. ده مشروع ما ينفعش نعديه كده في حلقة أو اتنين أو تلاتة. السلام عليكم.